عزيزة عقل وأدب، لكن كثرة كلامها عيونس وأولادها هلال. زعل عزيزة وقالت إن هذا قصري عجب فضة وذهب، وانتي تحكي لي عيونس وخيمة شعر، ويش السبب؟ قالت لها زهرة يا بنين كسور كم بالفضة والذهب، هذا جهل والله عقل خارب، ليش ما بنيت كسور كم بالطين والحجر، والله ما تحسب الدنيا تولي خرايب، والله تلقوا من يشيل الترايب. خليني يا زهرة من هالقصر يا خلا، ويندمر شن جايبك من وطنك وايش السبايب، ما جابتني غير عزوز طويلة القناع شطفة السن، تركني الهاب ويونس في العطاء والوهايب، قلت لها عديني خادم أمها ما ظنتها، قلت لها عديني خادم أمها ما ظنتها، كيف ما تسل النوم
في عين سهرانة تسل الهوى يونس القلب عزيزة ولقيت روحها والهانة وعافت الدنيا كلها حتى القصر المونس وما فيش فيه تفكيرها إلا هوى يونس ودزت التقى أسبوها قالت سلتيني على البوابير يمشن بلا عون ولا عن مراكب يمشن بلا عون طيب هادين مرسونات واجواد فوقهن ويدل بهن بوزيد والله اسم زايد هادين عوج العراقيب من وراء اجاويد واللي راكبين جوايد خفيفاتهن خبزات في سوق بياع ويناتهن زيتون فطمر طايب انا يوم دام اليوم جول بلادنا رايد احرم عليا التجزة والتجارة
الجوع أثر فيهم وكانت إيديهم الدراهم خانية. طلع يونس حاجة ملفوفة في صرة وقالوا لهم هادي هدية شيحة، هادي هدية شيحة الغالية. شبحوه كلهم واستغربوا في الصرة ونشدوه شنو فيها. قال لهم معايا عقد يا خال من أم الحبيبة يساوي خزينة مال، ما في كيف عجيبة، عندي عقد يا خال من أم الحبيبة يساوي خزينة مال، ما في كيف عجيبة. فرحوا بالعقد واجد واجد وقال لهم يونس أنا اللي نسوقها هو السوق قريب. بوزيد خايف على يونس ولكن من هو غير يونس من دين شحاح يجيب. وصاه بوزيد وقال له وصيك واجد يا ولد سرحان يا هندلي يا خيرة الفرسان، لا تخش لا تحكي مع النسوان. نوصيك واجد يا ولد سرحان يا هندلي يا خيرة الفرسان، لا تخش لا تحكي مع النسوان. والسوق له باب مفتوح رأنك تخش المنازل، رأنك تخش المنازل وننسى رأنك تروح. بيعك يولي مهازل، بيعك يولي مهازل. سفيرة عزيزة ما صدقت عيونها جت نازلة من فوق، وفي عقلها كمين شوق وشوق وكمين حاجة في عقلها ودمها مخنوق. وعدت تتبع فيه ويونس يدلل عليه عقد أمه ويقول
دلال دلل يا دلال دلل يا دلال دلل يا دلال يا دلال كل مدينة لو كان طرفي طرفي من المال يملو يا دلال كل مدينة لو كان طرفي طرفي من المال يملو ما تلبسها غير زينة ما تلبسها غير زينة عقد أمي العزيزة عقد أمي العزيزة غير العزيزة ما يلبسه قال الزهرة العزيزة يونس اللي يحكي لك عنه راني لقيته في السوق ولفالي ما كان غايب يبيع في عقد يغني الفقارة في سنين المصايب نزل كلامها على عزيزة نزول المطر في عروق الأرض بعد الجدايب ودزت مسعود يشري العقد من يونس وقالت لا تشري العقد وتجيب صاحبها للقصر وافهم ولا تكون خايب وعدى مسعود وزهرة تتبع فيه من بعيد وعزيزة في قصرها والعقل فوق الجبر طايب تراجي 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 وتتمنى وخايفة الجثة معها والعقل في مرجى الحب وجاب مسعود يونس للقصر وسكرت وراه الابواب سبع بيبان محروسات بجنود وكتايب وصار يونس حبيس القصر والحب فيه العجايب وقال يونس العزيزه وهو في قصرها صدق خالي منين حذرني من النسوان ولكن على كل حال فيها خيره ناراني عندي رفاقه ومن خيره الفرسان وخليتهم جواعة ومحتاجين دزت روم عزيزة أحسن أكل واللحم مسلان نشد بوزيد اللي جاب الغداء وين يونس وين يونس لكن اللي جاب الغداء سكت ما نطق بلسان وقال بوزيد